بتشعر عندها ان عليك مسؤوليه كرئيس وزراء انك انت تشد من اجراءات الامن؟ احنا عارفين ان الارهاب ده له يعني طبعا موجود في العالم كله وله وسائله الخسيسه وكل الكلام ده، بس ساعات بتشعر ان عليك مسؤوليه ضخمه لمحاوله يعني درء هذا الخطر، لمحاوله استباقيه يعني يكون عندنا ضربات استباقيه، والحياه الداخليه بتعمل ضربات استباقيه. وانا على فكره ما فيش اسبوع الا ما بتلاقيني وسط اولادنا الضباط والعساكر، لا اما في معسكر لا اما في كمين لا اما ادخل اسم للشد من أزرهم. وسيد وزير الداخلية بجيبه دايما أقول أنت أولوية، أقول بتراجع بتراجع مع الملفات وبتراجع مع وزير الداخلية. أنت عايز إيه؟ آخر حاجة مثلا السدير الواقي، جبنا أعداد كبيرة لأن الغدر وحش. وخدي بالك يعني برضو إحنا قاعدين لما تشوفي كم الأموال اللي أهدرت في حرق معدات الشرطة وحرق ولا الجامعة. لا دي مصر، احنا بنهزر؟ يعني اللي يدخل يحرق كلية ولا اللي يدخل يعني يعتدي على استاذه استاذه؟ ده انا مش متخيل، انا مش متخيل. يوم ما رحت قابلت السيد رئيس جامعة الازهر وكان بعد الحريق الالم ما كانش الم مادي، الالم هيدك بنا احنا بنقطع من قوت ولادنا عشان الجامعة وعشان نعلمهم. بس لما يسب كان قاسي جدا، ده قامه كبيره جدا. وبعدين النهارده بنتكلم على 2 مليون طالب، 2 مليون و300 الف تقريبا، عندنا 23 جامعه كان فيهم بيقوم بمظاهرات وكان فيهم عايز يتعلم 2000 3